طالبت بإقرار قانون يمنع الاختلاط في المجمعات التجارية الأسواق؟ بودي ودي، لأن الشعب الكويتي شعب محافظ. ودي بالعكس، أنا لما قلت الأمر هذا في السعودية أعتقد بالخبر أو بالدمام مجمع خاص للنساء أكثر مدخول هو. أنا لو أملك، أنا لو أملك وعندي القدرة وأملك والله أسوي وأمنع فيه الدخول. لا لا بس لأن قاعد أكثر دخل، أكثر دخل قاعد يدخل منه، لأن الشعب شعب محافظ. طيب احنا خلينا من الجانب المالي، احنا نتكلم على جزء المال. انا اقول لك حتى الان تطالب بمنع الاختلاط، جانب شرعي وجانب مالي. انا اقول لك جانب شرعي، وهذا بعد بالعكس يؤيد كلامي ان حتى بالمجمعات، انا يفترض الان بعض المجمعات، انت شوف لاحظ مو بس بالمجمعات، ايضا بالحدائق المشروعات السياحيه، شوف اليوم اللي لما يكون فيه للعوائل دخول النساء، شوف الاعداد الكبيره اللي تدش. شعب محافظ، شعب محافظ، الشعب راضي على يعني على شنو؟ على الأسوقة وقضية الاختلاط، لأنه لا يرى في لأنه لا يرى في الموضوع مشكلة. أنت ترى في الموضوع مشكلة أبو عبد الله، لكن الآخرين ما يرون في الموضوع، يرونها قضية طبيعية عادية. أنا أروح جميع الأماكن، جميع الأماكن المخصصة للنساء، شوف اليوم اللي فيه للعوائل أو عفوا للنساء فقط. إيه أنا أعطيهم الحرية للنساء. أقول أكو أماكن للنساء ولكن أكو أماكن مفتوحة. شوف الأعداد الكبيرة اللي تسمع فيها. لا انا ما عندي احصائيات، فما اقدر اجاريك هالجزئيه بدون لا تقولها، واضح للكل. يعني الشعب الكويتي ترى الحمد لله من فضل الله شعب محافظ، شعب في خير. ايش علاقه ان شعب محافظ في ان احنا نمنع من يبي الدخول من يبي من الاختلاط من يبي في المجمعات التجاريه؟ فتنه، من يبي الفسق والفجور مثلا؟ من يبي الفتنه؟ الحين تعتبر الاختلاط في المجمعات التجاريه فسق وفجور؟ والله انا اشوف لا، في بعض الاماكن فيها فسق، والله انا اشوف انه وفجور فعلا. ما في مبالغه هالكلام؟ لا لا ما في مبالغه هالكلام.